يعطيكم العافية ورمضان كريم بمناسبة حلول هالشهر الفضيل. أعيد الله علينا بالصحة والعافية. بحب أخبركم إنه السوفت وير الجديد اللي بيوسع ذاكرة الـ A1000 أصبح جاهز. وبهالمناسبة بدي أتشكر شركة كور يلي أعطيتنا حق تنزيل السوفت وير قبل ما هي تعلن عنه للـ A1000 الغربي. أعطيتنا هي نزل للـ A1000 MG كعيدية بحلول هالشهر الفضيل. اليوم نحن بنعرف كلنا أنه الـ A1000 هو جهاز ضخم، والجهاز بيتضمن برنامج موجود على اللوكال، برنامج كتير كبير نحن مسمينه، وبرنامج كامل فيه كل شيء. هيدا بدون نحن ما نضقر الميموري، يعني نحن اليوم عنا برنامج ضمن الجهاز فيه كل شيء، بالإضافة إنه زيادة عن هالبرنامج الكبير والشامل في عنا السامبلر. اليوم شركة كورد وسعت الذاكرة للسامبلر. شو صار عنا؟ منفوت نحن اليوم على الريكورد، منفوت على الميموري انفو، منشوف في عنا صار 480 ميجا، يعني ما يساوي 960 ميجا بايت. ليش 480 960؟ كلنا بنعرف انه شركة كورد هي شركة صادقة، مش انه بتكتب 1 جيجا والأور لحاله بيعمل كومبريس بدون ما الزبون بيعرف، لا. الشركة كور مثل ما دايما عودتنا من أيام أول أورجيت عملتها من أيام الأموان، كل شيء مفتوح، كل شيء واضح، وما بتزيد ولا بتنقص، كل شيء بتحكيه تقنيا بطريقة صحيحة، وهذا شيء مشهود لإلها. اليوم 480 فينا نحط نحن 960، وال 40 ميجا هي البفر تبع المالتي سامبل، يعني يساوي 1 جيجا. يعني نحن صار فينا نحط نحن اليوم بقلب الجهاز 1 جيجا بايت ريل ميموري. وهلا رح اشرح شو يعني ريل ميموري وشو الفرق بين هالجهاز وبين غير أجهزة، لأنه في كتير لغط إنه هيدا السامبلر هالقد وهيدا هالقد. لا، اليوم الـ 1000 صار بساعة 960 ميجا ريل سامبلز، ريل فيزيكال ميموري، يعني ميموري مظبوطة فيزيكال، يعني حسية. شو الفرق؟ اليوم صار فينا نحط 960 ميجا ريل سامبلر، يعني ما يساوي تقريبا 1.80 جيجا بغير مكانين. كيف يعني؟ اليوم نحن بنعرف انه بس ننزل سامبل بقلب الكور، هيدي السامبل تنقول نحن عم نعمل درام كيت، هيدي درام كيت حطينا مثلا دوم طبلة على نوتة معينة، يعني هيدي السامبل انا حطيتها بالكيت، ركبت الكيت او ركبت الصوت او هلا شيء سويته من هيدي السامبلز، فيني ارجع استعملهم بغير كتات بغير اصوات، بينما بغير مكانات لا، بدنا نرجع نعمل لود مرة تانية لهذا السامبل، ومرة تالتة ومرة رابعة في حال بدنا نستعمله بكذا مطرح. ليه؟ هون بيفرق شو يعني real physical memory وفي شيء اسمه streaming. بالreal physical memory يعني نحن عنا السامبل موجود على طول، يعني انا اليوم اذا نزلت تنقول هيدي السامبل على هيدي النقطة مثلا، هيدي النقطة أنا فيني أرجع حط على غير كتات على غير أصوات، هيدي السامبل حطيتها هون فيني حطها هون على غير كتات، يعني تقول مثلا سمينا كت، سميناها كت ألف، عملت كت سميتها كت بي، أنا اليوم فيني استعمل نفس السامبل بالألف وبالبي، وفيني استعمل إلى ما لا نهاية. هيدا شيء مش موجود بغير مكانات، لأنه بيستعمل سيستم ستريمينج، يعني الميموري الفعلية ما بتكون الرقم اللي هن عاطينكم اياه، هو بيكون عم بيقدر يعمل ستريم لحد تنقول هالقد ميموري، نصف جيجا، 100 ميجا، 1 جيجا، بس هو فعليا بيكون ماكسيموم 64 ميجا. لذلك انت اليوم بس تستعمل هيدا السامبل حتضطر تعمل له لود كل مره، حتى انت عم تستعمل هيدا رمكيت الاور يعمل له لود من اول وجديد. يعني فعليا نحن اليوم ما عنا هيدا الرقم المزبوط، ولذلك انتو بتعرفوا انه كتير عالم جربوا يسحبوا شغل الـ PA1000 اللوكال وما قدروا يحطوه كله، لانه في شيء كمان بحب ذكر فيه هو عدد ضربات السامبلر. نحنا باللوكال لحال بدون ما نستعمل الميموري في عنا تقريبيا حوالي 2.3 جيجا بايت وسع البروغرام تبع ميوزيك جير، نعم هالقد حجمه، لانه اذا بس بناخد الدرام كيت بقلبه في عنا تقريبا
376 درامكت. هيدول ما في ولا جهاز اليوم منافس للكور بيقدر يساعد كل الكتات اللي موجودة بالبي اي 1000 باللوكال بندوم نستعمل نحنا الكتات الزيادة اللي فينا نضيفها بالسامبلر. هيدا بس نشرح قدي وسع مكانة البي اي 1000، لانه في كتير عنا عم تجي بتقول انا عندي بمكانتي هيك وعندي بمكانتي غير هيك وكذا. لا، اليوم انت عم تاخد جهاز في برنامج ضخم صعب كتير ينسى. بيجي واحد مثلا بيسحب صوت او ايقاع او ايقاعين او 10 و20، طيب بس انت اخدت جزء بسيط من هالبرنامج، بينما البرنامج المزبوط موجود بالبي اي 1000 برنامج كامل. هيدا اللي بحب انا اشرح انه قوة الجهاز ونضوي عليها. يعني نحن اليوم عنا باللوكال 2.7 جيجا سامبلز ريل فيزيكال ميموري، وعنا كمان اليوم بتوسيع الذاكرة صار فينا نحط 960 ميجا ريل فيزيكال ميموري، وفينا نحط سامبلرات بتعبي هيدي الساعة وفينا نستعمله مطرح ما بدنا. يعني مقارنة مع غير أجهزة صار بدنا هونيك تقريبا شي 6 جيجا تنقدر نستوعب الداتا اللي فينا نحطها بال 960 ميجا ريل فيزيكال. هيدا بيميز الكور عن بقية الأجهزة. أنا ما بيطول الشرح كتير اليوم. نحنا هيدا السوفتوير بالمبدأ رح نجربه هاليومين، وإن شاء الله بننزله أول أسبوع القادم مع حلول شهر رمضان. وبرجع بكرر تهنية وتمنية الحارة بأيام أفضل، وهالشهر الفضيل المبارك الله يعيده علينا كلنا بالصحة والعافية. ونحن على طول بينكون وحدكون، وميوزيك جير على طول جاهز لمساعدكم. لكن من بعد ما نزل الفايل السوفتوير موجود على الويب سايت داونلود، بنلاقي الفايل نيو او اس 142، بنحطه على اليو اس بي. اكيد مفضل تكون فاضي اليو اس بي مفرمته. بنكبس انترو 1 وباور اون، ننطر 3-4 ثواني بدور الاورك سيستم ابديت بتقيمه ايدكم. نعمل كاليبريشن. نرجع مننقي اليو اس بي، بيبين عنا الفايل تلقائيا شو في بقلب اليو اس بي لانه انا مفضيها، بيبين عنا هيدا الفايل. بس بنكبس سيلكت، بعدين بنروح على ابديت، نعطيها شوية وقت. اوكي، هلا هون سيستم ابديت ان بروجرس، ننطر شوي صغير عليه، وقتها يخلص بيكون مش الحال. هلا مفضل انه تسيفوا بروجرامكم، مع انه هو ما لازم يطير البروجرام، هلا بنتاكد، بس مفضل انه تسيفوا بروجرامكم واعملوا ورجعوا نزلوا السوفت وير. اوكي، اوكي، سيستم ابديت كومبليت، بليز تيرن او تيرن ذا انسترومنت اوف، نطفي ونرجع من الو. وهيك بيكون نزل عنا هيدا اللوجو الجديد اللي رح تشوفوه هلا. كور بي اي 1000 ام جي اديشن اكسباندد بروفيشنال ارانجر.